هو حد يفتكر انكم هتقولوا نشيل السيسي احنا نشيل السيسي؟ لا، احنا انتخبناه ومكلفينه بمهام وحينجز هذه المهام. نعرفين مشاكل كتيرة حوالينا، عارفين انكم بتحاصروا مصر، وعارفين انكم بتتأمروا على مصر، وعارفين انكم بتضربوا السياحة على مصر، وعارفين ان حادث عادي في الغردقة خدتوه وعملتوا منه حكاية عشان الناس ما تجيش مصر، وفاهمين ان الحملة اللي موجهة في الخارج ضد الدولة وضد القضاء وضد الرئيس وضد مؤسسات الدولة أهدافها بعيدة كبيرة جدا. فشلتوا لما طلعتوا لنا بحدودة الانقلاب، هتفشلوا كمان بمحاولة التشويه واستغلال كل الأحداث. أنا بذكر المصريين وبكشف لهم عن حاجات مهمة حصلت في السنة السودة اللي احنا عشناها، سنة حكم الإخوان، أسود سنة في تاريخ هذا الوطن. كل واحد فيكم عاشها، اوعى تنسوها، تذكروا كل التفاصيل، لأن ده اللي بيدينا الطاقة الإيجابية دايما عشان نحافظ على الدولة المصرية ونحافظ على مؤسسات الدولة حتى لو اختلفنا.